السلام عليكم وشكرا بزاف لحضوركم اليوم. الفكره هي فكره كانت كتراودني من شحال هادي، يعني الفت انني كندير ورشات مع هاد الوليدات في الجمعيات. جاتني الفكره انني نعرض عليهم باش يشوفوا ارض الواقع، باش يشوفوا مطعم بروفيسيونيل كيفاش داير، ويشوفوا المطابخ بحكم انهم كيقراو الفندقه وانهم كيتعلموا هاد المهنه ديال الشيف، انهم يجيو يشوفوا من قلب الحدث كيفاش دايره الكوزينه، وان ميم طون انهم يعيشوا ديك الفرحه ديال انهم يدخلوا يكونوا زبائن عند الشيف سيمو وياكلوا شي حاجه بسيطه اللي قدرنا الله من يدينا. ووليدات فرحوا بزاف، وهذا هو المغزى، وهذا هو بيت القصيد. بيت القصيد هو هذا، هو اننا ندوز واحد الميساج لارباب العمل بصفه عامه، انه الي طون انه نفتحوا المجال لهاد الوليدات اللي مصابين بالتوحد انهم يندمجوا في سوق الشغل المغربي، انهم تحت لهم فرصه انهم يديروا ولو دي ستاج يندمجوا مع الناس. راه مغاربه ولادنا من لحمنا ومن دمنا، وما خصهمش يبقاو غير في دي سونتر سادين عليهم ومؤطرينهم المؤطرين، خصهم يدخلوا مع الناس مع الشعب. وهاد الوليدات غدا غيبغيو يتزوجوا، غدا غادي يديروا 30 عام، غيديروا 40 عام، شكون اللي غيصرف عليهم؟ خصهم يخرجوا يخدموا على راسهم، ولو يخدموا غير 3-4 سوايع في النهار، غير 3 سوايع 3 ايام في الاسبوع. وهذا هو لو بوت ديال هاد لا كونفونسيون اللي غادي نسني انا مع هاد الجمعيه، هو اننا غادي ناخذوا طالب من هاد الطلبه مره في الشهر، طالب في الشهر مدة 12 شهر، يعني ناخذ 12 طالب اللي غيجي يدير عندنا ان ستاج، غادي يكون عنده ان بونوس، اون اسيغونس، فلوس ترونسبور، طابليه جديده غنفصلوها ليه، يدخل يتعلم ولا ينقي غير قزبور معدنوس والنعناع ويقطع ليه فخيز، صوب سكر كلاصي، امور اللي هي بسيطه، يعني لانه كتعرفوا باش كتكون مصاب مرض التوحد كيكون بعض العراقيل الذهنيه، يعني صعيب ما غاديش نعطيهم الزيت وبلاصه سخونه والمضاء والماس، وهذا شي حاجه اللي هي عبء عليهم. كيف ما كتعرفوا لان لو ميتي ديال الشيف ني با ميتي فاسيل، صعيب كوميم شويه، فيه الوقوف فيه تماره. دونك سكي في كو هذه هي الفكره اللي جات اليوم، وانا فرحان بها بزاف، والله يجعل البركه ملي كنشوف هاد الوليدات فرحانين وكيعنقوك بكل حراره وكيبوسوك بكل حراره. هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي بغينا. الشعور ديالي هي كانني في صحوه، لحظه صحو، بحال كنكونوا ناعسين، كنساو راسنا، كنبقاو معتمين بدواتنا وكنساو باننا معنا في هذا المجتمع ناس محتاجين لهذه الوقفات، محتاجين ان نسلطوا عليهم الضوء، وان كل الناس يعرفوا بان بيننا في هذا الوطن الحبيب ناس محتاجين للدعم، لاعطائهم فرص لادماجهم في نسيج المجتمع المغربي والاستفاده من كفاءاتهم وقدراتهم، سواء الذهنية أو الخارقة بعض الأحيان، وخاص فيما يخص الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بالتوحد. فهاد الناس عندهم واحد الصفاء، واحد النقاء، واحد السريرة نبيلة، عندهم واحد النبل. فجيت باش نتعلم، جيت باش ناخذ درس جديد ونتزعزع في هاد الحياة، لأن الرحمة
كاينه موجوده ولكن نقصات، خصنا نفيقوا شويه ونحسوا بهاد الناس هذا هادو. وتنشكر بالمناسبه الشيف سيمون اللي خدا هاد المبادره، كما كنشكر كل الناس اللي كيقوموا بهاد المبادرات في هاد الشان، في تفكيرهم في هاد الفئه من المجتمع المغربي. ونتمنى الله يكثروا الاحداث ويكثروا المناسبات والفرص لهاد الابناء سواء طوال التوحد او غيرهم، باش نكونوا مجتمع متوازن وترجع الرحمه عندنا بيناتنا، ونعرفوا بان حنا لا شيء بوحدنا، خصنا ديما يكونوا معنا الناس باش حنا نساهموا وما يساهموا، تكون مساهمه جماعيه، ماشي بزاف تخدموا واحد فئه قليله كتنساهم، خص تفكروهم ونعطوهم حقهم كما ينبغي. احنا جمعيه الدمج والتاهيل للجميع، جينا اليوم لبينا الدعوه ديال الشيف سيمو، عرض على هاد الوليدات الغداء، و اون ميم طون غادي يديروا لا ديكوفيرت ديال اون كوزين بروفيسيونيل برا الجمعيه، باسكو كاينين في ضمن هاد الوليدات اللي جاوا وليدات اللي كيديروا لينيسياسيون لا فورماسيون سوسيو بروفيسيونيل في لا كوزين، وتعلموا يديروا شي حوايج، ومازال غادي يديروا بوكو دو شوز ان شاء الله. والشيف سيمو عرض عليهم باش يشوفوا اشنا هي كوزينه بروفيسيونيل في مطعم، وان هما راهم قادرين انهم يديروا دي ستاج اي بوكو با يشتغلوا في بحال هاد المطاعم، لان هادو اشخاص اللي هما غادي يقدروا باغ لا سويت يولجوا سوق العمل، علاش لا؟ خاص غير نامنوا كاملين بالقدرات ديالهم ونثقوا فيهم ونعطوهم واحد الفرصه انهم يبدعوا وانهم يوريونا اشنو قادرين يديروا. البنا الدعوه ديال الشيف سيمو، من بعد ما جا عندنا شاف الوليدات ديالنا في الجمعيه كيتلقاو التكوين في مجال الطبخ، عجبهم لو طرافاي اللي تيديروا الوليدات ديالنا، فاقترح علينا هذه الزياره باش الوليدات يكتشفوا المطعم، يشوفوا مثلا حيت هما كنوجدوهم باش يتلقاو دورات تكوينيه، هذه فرصه لهم باش هما يشوفوا العمل كيفاش كيكون في ورشه الطبخ، وفرصه كذلك باش نبينوا للمجتمع بان هاد الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه هما قادرين باش يعطيو، حتى هما عنصر فعال في المجتمع ككل. وبغينا نوجهوا واحد الرساله للمجتمع بانهم يتقبلوا هاد الوليدات ديالنا ويعطيوهم فرصه باش حتى هما يدخلوا المجال الشغل. كيتلقاو لدورات تكوينيه في واحد الاعداديه، كيكون دروس نظريه ودروس تطبيقيه. الدروس النظريه كيتعرفوا عليها على بزاف ادوات ديال المطبخ، المواد اللي كيستعملوا، وفي الحصص التطبيقيه كيكون عندهم فرصه باش كيكتشفوا المطبخ وكيخدموا هما بيديهم وكيكونوا عندهم علاقه مع المواد ديال المطبخ. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.